مرحبا بكم في قناة عبدو سبورت ديزل. في جديد أخبار اللاعبين المغتربين من أصحاب الأصول الجزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم على ثلاث مواهب جديدة، والبداية تكون باللاعب إدريس بونعاس لاعب نادي أولمبيك ليون فرنسي. هذا اللاعب الشاب من مواليد سنة 2003 بفرنسا، أصوله الجزائرية من جهة الأب وتحديدا من ولاية قسنطينة بالجزائر، في حين أن والدة اللاعب تركية الأصل. يعتبر اللاعب خريج مدرسة نادي أولمبيك ليون فرنسي، يلعب في منصب وسط ميدان دفاعي، يتقن اللعب بالرجل اليسرى. تألق بشكل كبير مع فئة أقل من 17 سنة بعد تسجيله لخمس أهداف وصناعة خمس أهداف أخرى، وذلك خلال الموسم الحالي. أما اللاعب الثاني فيتعلق الأمر باللاعب زياد عبادة، لاعب نادي شاماروك روفرز الإيرلندي. هذا اللاعب شاب من مواليد سنة 2004، أصوله الجزائرية من جهة الأب وتحديدا من بلدية واد زهور ولاية سكيكدا، في حين أن والدة اللاعب إيرلندية الأصل. يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، تألق بشكل كبير مع ناديه لفئة أقل من 16 سنة، مما جعل الاتحادية الإيرلندية تستدعيه رسميا للالتحاق بصفوف المنتخب الإيرلندي لفئة أقل من 16 سنة. أما اللاعب الثالث فهو اللاعب إلياس حسين، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني. هذا اللاعب الشاب من مواليد سنة 2001، أصوله الجزائرية من جهة الأب، في حين أن والدة اللاعب فرنسية الأصل. تكون في نادي مالاغا الإسباني، ثم انتقل إلى نادي لاس بالماس ليفاجئ الجميع خلال الميركاتو الشتوي السابق بالانتقال إلى أحد أعرق الأندية الإسبانية نادي إشبيلية، حيث يلعب حاليا مع فريق الرديف، وهو يهدف لفرض نفسه مع هذه الفئة من أجل التواجد مع الفريق الأول مستقبلا. سلام.